شكر موصول للجميع على حضورهم لمراسيم تنصيب رجال السلطة المحلية الجدد والمعينين حديثا بإقليم الخميسات بعد الحركة الانتقالية التي قامت بها وزارة الداخلية يوم 5 أغسطس 2023، حيث همت على مستوى إقليم الخميسات ما مجموعه 16 رجل سلطة من أصل 39، أي بنسبة 41%. وغرض من ذلك هو بث دينامية جديدة داخل صفوف رجال السلطة وحيوية في الإدارة الترابية من أجل مواصلة الجهود لتجويد عملها و جعلها في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ورعاية مصالحهم طبقا للتوجيهات المولوية السامية. كما تعلمون جميعا فهذه الحركة جاءت في سياق خاص استجابة لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية ووفق مقاربة أكثر تتمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية مبنية على تقييم عمل رجال السلطة وجعل عملية تقييم الأداء في صلب عملية الترقية. وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بالأدوار التي يطلع بها السادة رجال السلطة كممثلين للدولة وللسلطة المركزية على المستوى المحلي والوطني، وأخص بالذكر دورهم الكبير في تنزيل ومواكبة الأوراش الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة بمعية الفرقاء المحليين والمنظومة المحلية وفق مبادئ الحكامة الجيدة قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والاقتراب أكثر من انشغالاتهم اليومية ترسيخا لإدارة القرب وتنشيطا للحركية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في انسجام تام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من منتخبين وقطاع خاص ونسيج جمعوي وإدارات أمنية. ولا يفوتني أن أثير انتباه السادة رجال السلطة إلى دورهم الكبير في تأطير أعوان السلطة العاملين بمعيتهم، إذ يعدون الحجر الأساس لعملهم اليومي والركيزة الأساسية للنهوض بأعمالهم وفق توجيهات الرئاسية.
إذ يعتبرون العين الصاهرة على ما يجري في جميع الإيالات التابعة لنفوذهم. وبعد هذه التوجيهات أرحب بالسادة رجال السلطة الذين التحقوا بنا في إطار هذه الحركة الانتقالية، وهم وفقا لبرقية السيد وزير الداخلية كالتالي: السيد حسن علي رئيس دائرة، تم تعيينه رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة تحرير الخميسات، وهو مزداد في 5 أكتوبر 1986 بأذيلان، متزوج وخريج الفوج و50 للسلك العالي لرجال السلطة، حاصل على دبلوم ماستر في تدبير المقاولات وماستر في الإدارة الترابية. قد راكم تجربة مهمة ميدانية حيث تقلد عدة مهام أهمها نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم قنيطرة، ثم قائدا بقيادة أيت إسحاق بدائرة إقبال بنفس الإقليم، ثم قائدا بقيادة وزيوة بدائرة تليوين إقليم تارودانت، ثم رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بإقليم أسا الزان. فمرحبا بك السيد سعيد صباح باشا مدينة الخميسات، وهو من مواليد 17 من غشت 1968 بمراكش، أب لأربعة أطفال، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية، وخريج الفوج 32 من المعهد العالي لإدارة التراب بإقليم الناظور، رئيس الملحقة الإدارية رقم 58 بعملة مقاطعة بالمسيك، ثم رئيس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية الفنيدق عملة المضيق والفنيدق، ثم رئيس دائرة فم زبيد إقليم طارة. السيد مبارك العطار باشا مدينة الروماني، وقد تعذر علي الحضور لتواجده بخارج المملكة. السيد يونس بدري باشا مدينة سيدي علال البحلاوي، وهو من مواليد خمسة أربعة وسبعين بولاد يعيش بني ملال، متزوج وأب لطفلين، حاصل على دبلوم دراسات عليا متخصصة آداب فرنسي، خريج السلك العادي المعهد الملكي الإدارة الترابية الفوج 5 مهام أهمها نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الحسيمة، ثم رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بإقليم ميدلت، ثم رئيسا للملحقة الإدارية دائرة الحضارية المحطة في الدار البيضاء. السيد مصطفى أكروب رئيس دائرة تيتلت، مزداد 4/6/65 بالجديدة، له 4 أبناء، حاصل على الإجازة في القانون، خريج معهد ملكي الإدارة الترابية السلك الخاص الفوج 5، راكم بدوره تجربة مهمة في الإدارة الترابية من خلال اشتغاله كقائد بديوان والي جهة مكناس سافيلات، ثم قائدا للملحقة الإدارية 11 بمدينة مكناس، ثم باشا مدينة جرادة، ثم رئيس دائرة صهري الصناجة ودائرة قلعة أهل الغابة إقليم قلعة الصراغة. سيد خالد قباش رئيس دائرة الروماني، مزداد 15 من شهر 11 لسنة 1967، أب لطفلين، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية السلك الخاص فوج 5، حاصل على الإجازة في القانون العام، عين قائدا للملحقة الإدارية 21 بالفداء من السلطان، ثم قائدا ملحقا للشؤون الداخلية بالفداء من السلطان، ثم قائد لملحقتين في عملة الكناس، ثم بملحقة إدارية 10 بطنجة أصيلة،
ثم رئيس دائره بتطوان اقليم تطوان، ثم باشا سيدي بولقنابل بعمل سلا، ثم باشا مدينه بولمان بومالن دادس باقليم تنوان. مرحبا بك سيد فريد العزيز. ازداد في 20/5/1983 له طفلين، خريج الفوز 49 من السلك العادي للاداره الترابيه، حاصل على الدبلوم الماستر، تقلد منصب رئيس ملحقه اداريه بعماله طنجة أصيلة، ثم بمدينة بركان، ثم قائد قيادة عين تزنتوت رهال بإقليم شيشاوة. السيد ياسين العسري قائد قيادة الهندور المصدر إقليم الخرافة، ثم قائد لقيادة تستوت بنفس الإقليم، ثم قائد لملحقتين إداريتين بالعيون إقليم العيون. سيد معاذ المصري قائد قيادة حد الغبال بمواليد 1987 من الدار البيضاء، حاصل على دبلوم ماستر في القانون العام وماستر في الإدارة الترابية، وخريج الفوج 53 للمعهد الملكي للإدارة الترابية. اشتغل كرئيس للملحقة الإدارية الثامنة والإدارية السابعة للعيون، وقائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم العيون. سيد يوسف المومني قائد قيادة أيت ميمون. مزداد في 1/5/86 في تونات أب لابنين، ثم حاصل على الماستر في القانون الخاص وخريج الفوج 50. اشتغل كرئيس الملحقه الاداريه عين خادم الاقشمير اقليم الحجم، ثم قائد قياده ساكا اقليم كرسي. سيد عبد الوهاب الحيوي قائد قياده سيدي عبد الرزاق. بالذات في 25/8/1983 بن عمار زرهون، متزوج وحاصل على ماستر في الاقتصاد، خريج المعهد الملكي للاداره الترابيه الفوج 49 ايضا. اشتغل كقائد قياده الفيض اقليم تالودات، ثم قائد قياده الكفاف بن يخلف اقليم خريبده. سيده هاجر عبد الله وموسى قائد رئيس الملحقه الاداريه الحي الاداري للكشاويه تيفلت، بمواليد 23/4/1989 بالقنيطرة، أم لطفل، خريجة الفوج 50، حاصلة على الماستر تخصص الهندسة الكيميائية، شغلت مهام قائد رئيس الملحقة الإدارية مولاي المهدي وإدارية توابل بإقليم تطوان، ثم إدارية المحاميد وإدارية أسكاجون والملحقة الإدارية رياض السلام مراكش. السيد محمد غرشوش تعذر عليه الحضور للتواجد ايضا. بسيد عبد السلام بودين قائد الملحقه الاداريه الحي الاداري بالبشاوية عمان. نزداد في 27/11/62 بإفلاس أب لثلاثة أطفال، حاصل على إجازة الأدب العربي، وشغل منصب قائد بعمالة مقاطعة في دم السلطان، ثم بعمالة سلا، ثم بعمالة إنزقان أيت ملول، ثم ببستان والإدارية الخامسة بمكناس. سيد العباس كابو قائد الملحقة الإدارية حي الإداري ببشوية خميسات، مزداد في 13/3/87 بتونات، متزوج وحاصل على الماستر في الاقتصاد، خريج الفوج 50، تقلد مهام قائد الملحقة الإدارية السابعة مكناسة الزيتون بمكناس، وقائد قيادة أيت عتاب بأزيلات. سيد أنس فلاح قائد قيادة بن عمر بكري،
وزاد في 120/95 بامكناس اعزب حاصل على ماستر متخصص في الدراسات الدبلوماسية خريج الفوج 58 سيد امين احيا قائد قيادة تيتال مزداد 21/94 بميسور بولمان اعزب حاصل على ماستر في العلوم الاقتصادية وخريج الفوج 58 وفيما يلي أقدم لكم رجال السلطة الذين تم ترقيتهم مع جزيل الشكر على الخدمات التي أسدوها لهذا الإقليم وهم سيد خليل التونس قائد قيادة سيد عبد الرزاق سابقا والذي تم ترقيته ورتبة رئيس دائرة وتعيينه ليشغل مهام مدير حي الجامعي مولاي إسماعيل بعمالة الرباط والسيد محمد وكال قائد قيادة اتميمون سابقا والذي تم ترقيته ورتبة رئيس منطقة حضرية بعمالة طنجة أصيلة وبهذه المناسبة أيضا أشكر رجال السلطة منتهية مهامهم بهذا الإقليم والذين تم تعيينهم بأقاليم وعمالات جديدة منوها بما عرف عنهم من مثابرة وإخلاص في العمل ونكران للذات متمنيا لهم كامل التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.